يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة، ويقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فدلت هذه الآيات على أن بين المؤمنين في كل أصقاع الدنيا وفي الماضين والحاضرين بينهم علاقة فوق كل العلاقات، وأخوة فوق أخوة النسب وغيره من العلاقات، ألا وهي أخوة الإيمان. وهذه الأخوة تقتضي التحاب والتواد والتناصح والشعور بالآلام والآمال، فينبغي للمسلم أن يكون مشاركا لإخوانه المسلمين في آمالهم وفي آلامهم. وقد مرت في هذه الأيام مصائب على المسلمين كالزلزال في المغرب والطوفان في ليبيا والحرب في فلسطين في هذه الأيام، فينبغي للمسلم أن يدعو لإخوانه ويسأل الله أن يفرج للمكروبين وينصر المظلومين ويشفي المرضى ويغفر للأموات ويكون مشاركا لهم. وفي الحديث المشهور من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فعلينا أن نشارك إخواننا في همومهم وأحزانهم. نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين وأن ينصر المظلومين. اللهم انصر المظلومين ودمر على الكافرين، ولعنة الله على اليهود وأعوانهم، إنه تعالى سميع الدعاء. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. إنا لله وإنا إليه راجعون.